ايشيكو اشوف المتعمل ياكل النهاردة. واحد جاي جعان وبعتان. ايه بيلي ايه ملك قلب وشك لي كده؟ انا جعان. عايز تاكل ايه حبيبي؟ انت عندك اكل ايه؟ انا عاملة بطاطس. لا احبوش. بتنجان. احبوش. طعمية. احبهاش. فول. محبوش. حبش حاجة خالص؟ خالص. طب وانا يا بيلي؟ وما بحبكش انت كمان. بقول لك يا بوليا. بوليا. امك عاملة اكل. سانة بت. عاملة اكل يا ابني. عاملة بتنجان وبطاطس وفول وطعمية. هتاكل؟ اه الاكل ده اكتر اكل بعشقه. وعاملة ايه تاني كمان؟ وعاملة بطاطس بهروسة. واسمه ده؟ كنافة بالبطاطس. مش كنافة يا عم انت نسيتني. تعال كل يا ابو ابلي تعال كل. خلاص روح انت عدل الاكل كده بس اعمل شكل حلو كده فاهم؟ شكل جميل بعد كده انا هاجي لك ماشي؟ ماشي يا بوليو. شكل مراتك ما بتعملك شكل حلو. طب ما هي بيريا ما امك عامله بطاطس وبتنجان وتمام فول. اشمعنى الفول والتمام فول؟ يا بنت انت عبيطة. الواد بيقول عاملة فراخ مشوية وكفتة وكباب. كديب كديب كديب. على فكرة ورحمة الفرد بتاع اللي طار انا ماما قال لي كده فاهمة؟ ماشي ماشي بيلي براحتك. ماشي براحتك مش عايزة اروح تاني. امشي ما تاكلش من عندي تاني. والاكل اللي انا عملته دوت هنزل اديه زيتونة. زيتونة؟ اه اولى بيه. زيتونة اللي امه مدونة. زيتونة ابن المدونة. زيتونة اديه زيتونة. دلوقتي اعمل ايه؟ الاكل البت دي ممكن تعمل عشان ياكل امي. ممكن امي تعمل عشان من الاكل ده. اكل عند مين؟ مش عارف. انزل اضرب الشتونه واجيب الاكل مني.